Hi guys, how are you? كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. اليوم الفيديو راح يكون I get ready with me فيديو، بما أنا رايحة على wedding، رايحة على عرس، وحبيت أعملكم I get ready with me. تشوفوا أنا كيف عم بتحضر، يعني a simple look، يعني a very soft eyes with a very bold orange red lipstick خلينا نقول. So yeah، إذا حابين تشوفوا لي هذا الفيديو ما تستنوا لايك وشير وسبسكرايب لماي شانل، كما تتواصلوا معي على ماي سوشيال ميديا بلاتفورم يلي انستغرام فيسبوك وسناب شات @كاميرا ابو جوده، وما تسكتوا على النوتيفيكيشن بيل ليوصلكم كل شيء نوتيفيكيشن وتنبيه لكل فيديو انا بنزله. ويا اذا حابين تشوفوا الفيديو خليكم عم تحضروا. سو اول شيء رح بلش فيه يلي هو البرايمر من بنفيت ذا بروفيشنال يلي شكله ما بيقطع، رح احطه على كامل وجهي لانه اكيد بدي ميك اب يضاين كل الليل لانه اتس اي ودينج. مش بس هيك، ما بدي ماي سكن تبين تعبانه، بدي اياها تبين كثير فلولس والبورز ما يبينوا، خاصه هالفتره عم بعمل بريك اوت. سو اكثر شيء هون بشد شوي صغيره على هالمناطق كرمال اضغط على البورز على المسامات. للفاونديشن راح استعمل تو فاونديشن يلي وهو جورجيو ألماني باور فابريك فاونديشن بالرقم 5.5 يعني 5.5، وميك اب فور ايفر الترا اتش دي فاونديشن بالرقم 153 يعني 153. وجورجيو ألماني هول الاثنين اللي حاخلطهم، هو شوي صغيرة هذا بيجي يلو اندرتون، هذا بيجي اكثر بينك اندرتون، وانا اكثر ميل شوي صغيرة على اليلو، سو رح اخلطهم مع بعض لانه بدي يعطي اللوك مات وبنفس الوقت يعطيني هيك شوي صغيرة لومينس، يعني هيك شوي صغيرة حتى تبين ماي سكن لأنه بديها تكون فلولس بالصور. تقعت شوي صغيرة لماي سكن هيك برونزي لوك شوي صغيرة أكتر، لأستعمل شانيل سولي دو تان برونزر، سولي تان دو شانيل اللي هو هيدا البرونزر. هلا هو برونزر بس استعمله على كامل الوجه. راح اخذ اي فلات كابوكي براش من سيجما، باي ذا واي انا عم بيطلع لي كوبن 10% من عند سيجما، راح احط لكم هلا اياه هون اللي هو باميلا. فيكم تستعملوا لها الكوبن كود اللي هو رمز الخصم 10% على كل المنتجات. للكونسيلر رح استعمل تو كونسيلرز يلي هو الميبلين فيت مي كونسيلر بالرقم 20 وميك اب فور ايفر الترا اتش دي كونسيلر بالرقم ايجريك 33 واي 33. رح بلش اول شي بالكونسيلر تبع ميبلين وبرجع بحط هيدا از اي هايلايتر. اللي بحب اعمله انه بحب اترك الكونسيلر هيك شوية تشرب البشرة لشي 50 ثانية، بين حدود ال50 ثانية والدقيقة، بهالوقت بمشط حواجبي. رح استعمل بنفيت جل براو جيمي براو ماسكارا، بنفس الوقت بمشط فيها حواجبي وبعطيهم هيك مثل نظافة للحاجب بالأول. بما انه لاحظت انه الكونسيلر هون بلش ينشف شوي صغير ببلش اعمل له بلندنج قبل ما ينشف على الآخر. طريقة الباتينج موشن ايه لاحظته، مش انه بدمج او بمرغة مرغ، نشيل كل الشغل اللي حبينا او عملناه. عطول بحب اطلع على زاوية العين من هون لانه هيدي الزاوية اللي هون لازم عطول تتفتح. هلا I will set my dark circles وكل وجهي. راح استعمل كي ستار لوس باودر، رح احط شوي صغيرة منها، رح اتركها تحت العين كرمال تعمل شوي صغيرة بيكينج وبنفس الوقت بتكون عطتني كفرج. سو رح بلش ارسم حواجبي برجع لكم. سو الاي براوز خلصوا، هلا رح انتقل للعيون. كنت عم فكر اذا بعمل شي شمري على الليد وبرجع بعمل هيك شي على الكريز، رجعت قلت لحالي انه حبي مات. I don't know what to do, I don't know what to use. So للعيون رح استعمل Red Ochre من أناستاسيا Beverly Hills Modern Renaissance Palette، هيدا اللون اللي هون هيك بيجي على
احمر على بريك فيها نقول، ولو حطه ببلندنج براش صراحة بلندنج براش، راح استعمل هيدي من سيجما اللي هي E45، وام جانا احطه هيك على كل اللاند لحديد الكريس. راح ارجع اخد اي بيتش كولر، راح استعمل ميك اب فور ايفر باليتها اللي نزلوها جديد، بتجي هي تريو. ليش هذا اللون ولا مرة بحياته ما بين ما هو مظبوط؟ هات لنفسي هو اي بلاش كولر، ولا هلا بين شفتوه، راح احطه فوق الكريس، راح ادمج وما بدي لانه غمق، ولا بدي هيك يجي شوي صغيرة على الصمون. هلا رح ارجع اخد من البارت تبع سيجما يلي اسمها وولد فلاور، هيدا حطه دغري تحت الحاجب تعطيها شوي صغيرة اضاءة، وبنفس الوقت بخفف من الالوان اللي استعملتهم تحت. هلا للانر كورنر لزاوية العين، لاحظت من مودرن رينيسانس باليت هذا اللون اللي اسمه فيرمير، يجي هيك على بيتش. فيها نقول راح اخد اي بنسل براش اللي هي هيدي من سيجما، كمان راح رش عليها سبراي لانه بدي اللون يطلع قوي. للاشز ام gonna use the Joe's lashes by Joe ابو جود، عملت فيديو انا وياه، المره راح استعمل اي لاف، بيجي هيك شكلهم كتير حلوين هيك بتحسون separated بنفس الوقت على ستيل كات اي، يعني بيجوا من هون رفيع بس ينمدوا بيجوا اطول، وهذا الشيء اللي انا بدي اياه. بنفس الوقت عم بيلي عين عيني وما بي ما بدي احط اي لاينر، بنفس الوقت ببين اني حاطه اي لاينر which is perfect. So I'm gonna put them and be right back، لحطهم وارجع لكم. So بما انه حطيت الفوس لاشز من جوز لاشز، بس حسيت شوية صغيرة هيك في شوية فراغ فوق العيون، مع انه اللاشز معبيين العيون، بس ليه رح اعمله هيك جات شوية صغيرة دبت للعيون اكتر، اني رح احط دارك براون اي شادو فوق خط العين از ان اي لاينر، بس يكون اي شادو سماتش اي شادو. سو رح استعمل دارك براون اي شادو من ميك اب فور ايفر باليت، رح اخد لايك اي بنسل براش تقريبا، انا ما بديها تكون هيك دقيقة، بديها تكون كتير فلورتي، ورح احطها دغري فوق خط العين. فتنضف تحت العين رح ارجع استعمل شوية صغيرة باودر من ريمل ستاي مات باودر. اوكي راح اخد هذا البراش من سيجما اللي هي F03، حط شوية صغيرة عليها وبنضيف وبنفض بالاحرى كل شيء تحت العين. اللي في اعمله ده بس تحس بس غمضة يمكن مبين هيك خط اللاشز لانه اجى عليه اي شادو، بستعمل حيال اي لاينر ويكون مات لاينر، بحطه دغري فوق خط الاي لاشز. What I like to do also كان بحب اعمله انه بحب اوصل هذا الخط المدمع العين مع اللاشز كمان بالاي لاينر، بس بطريقة كتير خفيفة، يعني برسم اللاينر من جوا فين بقى بالعين وحرقني. Oh my god، اعمله انه بنفس البراش اللي استعملته لحط اللون البني فوق العين، لحطه هي زيتها تحت العين بس بطريقة خفيفة، ولا بس لأعمل سماتش. That's it، ورح أحط ماسكارا لتحت رموشي التحتانية، رح أستعمل رولر لاشز باي منفت. للكونتور كمان رح أستعمل نفس الباليت من ميك اب فور ايفر، عن جد رائعة هالباليت، يعني واو بتعقد، يعني ما بعرف شو بدي لكم أكتر من هيك، يعني هني بعتوا لي إياها ميك اب فور ايفر بس it's not a sponsored video. Okay so just هيك حبيت استعملها اليوم لانه I already used it وكتير حبيتها. والبراش اللي اجت معه يلي رقمه 152، راح اخد شوية صغيرة لانه it's a very very pigmented color، وراح احطه على my cheekbones واعمل contour لك كل وجهي. benefit ولا برونزر، اوكي
I'm gonna use it to contour my nose. For the highlight, I'm gonna use the same highlighter, this time I'll name my makeup forever, and with the same brush, بس هالمرة رح احط له شوي صغير افكس سبراي، يعني رح نش على الريشة على البراش افكس سبراي. ناتشورال جلو. اوه نايس ميك اب فور ايفر نايس. As for my blush, I'm gonna use this blush. What I mean, it goes very well with dark red. شوي صغيرة منه ما كتير. Ooh, so pigmented. So هلا للريد لب يلي هو أحلى شيء بهذا اللوك. So I don't know what I'm gonna use. نيتهم من هدى بيوتي. بس في واحد اسمه cheerleader، واحد اسمه heartbreaker. cheerleader ميل أكتر على الأورنج، و heartbreaker ميل أكتر على ال true red color. I'm gonna use the heartbreaker لأنه الدرس اللي لبسته قريب عليه أكتر. So guys، إن شاء الله تكونوا حبيتوا لهذا الفيديو. إذا حبيتوا لهذا الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تتواصلوا معي على my social media platforms يعني الانستغرام فيسبوك وسناب شات. أبو جودة، أنا بشوفكم في my next video. باي باي.